كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. المفهوم الوراء ديالو هو تطوير الرأي العام، وكذلك بعض المغالطات اللي كتهم المغالطة الخاصة بتوظيف أطر الأكاديميات، كيف ما فعل الجميع قطاع التربية الوطنية المبادرة الوصية كتشتغل على موضوع مهم لا يقل أهمية عن باقي المواضيع، وهذا الموضوع يتعلق بتحسين جودة التعليم والتعلمات وكذلك تحسين جودة المدرسة العمومية. والهدف اللي كنتكلموا عليه كيتطلب اعتماد مجموعة من المعايير. الشغال قطاع الوصي على هذا الموضوع هو يأتي بشكل منسجم مع مقتضيات النموذج التنموي الجديد وكذلك مع البرنامج الحكومي. إذن لتحقيق هذا الغرض والوصول إلى واحد النهضة تربوية داخل المؤسسة العمومية، كان من المفروض أن الوزارة تعتمد واحد مجموعة ديال المعايير الخاصة بتنظيم مباراة توظيف أطر الأكاديمية، سواء الأطر التربوية أو الأطر الإدارية. والغرض من هذه المعايير هو الرفع من جودة هؤلاء الأطر. طبيعة الحال المدرسة العمومية هي في حاجة إلى أطر كفأة لها ما تعطي من الطاقة ومن الجود للنهوض بالمدرسة العمومية ولخدمة التلميذ والتلميذة في هذه المدرسة. إذن هذه المعايير هي مجموعة من الشروط اللي وضعتها الوزارة، من ضمنها أولا تقديم واحد الرسالة تحفيزية من طرف المترشحين والمترشحات، وبطبيعة الحال هذه الرسالة التحفيزية تعكس الاهتمام ديال المعني بالأمر والمعنية بالأمر بمهنة التدريس. أكثر من ذلك الرسالة التحفيزية ستكون موضوع للمقابلة الشفوية بالنسبة للناجحين في الاختبار الكتابي. كذلك من بين المعايير اللي تم الاعتماد ديالها واللي هو ماشي شيء جديد هو تحديد السن الأقصى للمترشحين، اللي من المفروض أنهم يتجاوزوا 30 سنة تاريخ إجراء المباراة. هذا المعطى وليس جديدا، في السابق ولوج إلى مراكز تكوين الأساتذة كان يتطلب من المترشحين والمترشحات أن السن ديالهم يتجاوز 25 سنة. إذن ماشي شي حاجة جديدة اللي تم العمل بها حاليا. من بين المعايير الأخرى التي تم اعتمادها هو التميز والكفاءة. وبطبيعة الحال المنظومة ديال التربية والتعليم وتحقيق الهدف ديال جودة التعلمات يتطلب أن العنصر البشري الذي سيلج هذه المهنة يكون متميز وكفء، لأن احنا بصدد بناء الأجيال، وبالتالي هذا الوطن هو في حاجة إلى أكفاء خصوصا في قطاع التربية اللي هو القطاع اللي كينتج المورد البشري بجميع القطاعات الأخرى. من بين المعايير كذلك اللي تم الاعتماد ديالها هو الانتقاء الأولي. إذن هذا الانتقاء الأولي بناء على الملف اللي غادي يقدمه المترشح، وغيتم الاستثناء من هذا المعيار الطلبة والطالبات اللي حصلوا على الإجازة في المسلك ديال التربية. لماذا هذا المعيار؟ هو من أجل تشجيع التلاميذ والتلميذات اللي غادي يحصلوا على البكالوريا أنهم يولجوا هذا النوع من المسلك، من أجل في أفق أنهم يمتهنوا المهنة ديال التعليم مستقبلا. كذلك التحديد ديال السن ديال 30 سنة كيف ما قلت لكم هو ليس شيء جديد، كان معمول به من قبل. الموضوع كذلك يتعلق بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين اللي من حقها أنها تحدد السن ديال الولوج هذه المهنة. هذا السن كذلك كيف ما قلت في البداية مش نفتحوا المجال للذين سيتم انتقاؤهم واللي غيتجاوزوا هذا الامتحان ديال الكتابي والشفوي انه يكون امامهم متسع من الوقت من اجل الترقي في المهنه اللي هما كيمارسوها، وكذلك في تحمل المسؤوليات الاخرى، لان اللي غيولج هذه المهنه ماشي محكوم عليه الى انه توصل التقاعد يبقى هو في المهنه ديال التدريس، بل المجال مفتوح امامه انه يتقلد مناصب اخرى ديال المسؤوليه، اما مدير مؤسسه تعليميه، اما مفتش تربوي، اما باقي المواقع ديال المسؤوليه اللي هي مفتوحه في المجال في الوجه ديال الاطر ديال التربيه والتكوين. اذا هذه هي واحد المجموعه ديال المعايير اللي تم الاعتماد عليها، واللي كيف ما قلت لكم في البدايه
الغرض منها هو اننا نحققوا واحد الجوده في التعلمات لدى التلاميذ، وكذلك نجعلوا المؤسسه العموميه كتتميز بداك الجوده المنشوده اللي كيراهن عليها النموذج التنموي الجديد، واللي كيراهن عليها كذلك البرنامج الحكومي، واللي كيراهن عليها المجتمع المغربي برمته. كل الاسر الغرض ديالهم هو ان التلاميذ ديالهم يتلقاو واحد التعليم متميز، ونتجاوزوا التعثرات اللي كنا لمسناها في التعلمات ديال التلاميذ. هناك نقطة أخرى لا تقل أهمية على هذا الشيء اللي قلنا إلى حدود الآن، وأن هذه المباراة ومن أجل تحقيق واحد المبدأ ديال التكافؤ والشفافية، تم اعتماد لجنة القيادة المركزية. هذه اللجنة هي المسؤولة عن تنظيم هذه المباراة. كذلك تم تأطير كل المصححين والإخوان اللي غادي يوضعوا الأسئلة، وتم تكليف المفتشي العام للشؤون التربويه من اجل الاشراف على انجاز هذه المباراه تحقيقا كيف ما قلت لمبدا تكافؤ الفرص وللشفافيه. اذا هذه واحد مجموعه ديال التوضيحات بغينا نتقاسموها معكم. الغرض منها هو نحيد اللبس اللي عند اللي يمكن يكون عند واحد مجموعه ديال الاخوان والاخوات، كذلك نور الراي العام، وبالتالي هذه المباراه ما فيها لا اقصاء، ما فيها لا تمييز، بالعكس المعايير اللي تم الاعتماد ماشي شي حاجه جديده، كان معمول بها من قبل، واعتقد ان ما اثير حول الموضوع غير صحيح بالمره.